سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل. باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل. طبعا هذا الباب، التبويب هذا مهم جدا، لأنه إذا تعار من الليل يعني استيقظ من الليل ماذا يقول؟ قال وكأنه يقول: أنا سأسر لك هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت في أداب مع أداب النوم، على ما يقول المرء إذا استيقظ من نومه، فله أداب. وأيضا هناك أمور مستحبة إذا عملها المرء تكون له النتيجة الطيبة التي يرجوها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا الوليد هنا الوليد بن مسلم أيضا الشامي، لأنه سلسلة ماشية على الشاميين، الوليد بن مسلم ثقة ثابتة لكنه يدرس تدريس تسوية. قال الأوزاعي، وهذا أفقه أهل الشام، الأوزاعي أفقه أهل الشام، كان ابن سمية يقول يعني ما دخل الشام أفقه من ابن قدامة بعد الأوزاعي. قال حدثني عمير بن هانئ، حدثني جنادة بن أبي أمية وهو من ثقات، عن قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ. من تعار من الليل حين يستيقظ، هنا في قول حين يستيقظ تفسير، والحديث يفسر بالحديث، تفسير يعني ما معنى من تعار من الليل يعني استيقظ. قال: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا رب اغفر لي، ثم دعا رب اغفر لي. قال أبو داود قال الوليد أو قال دعا استجيب له، يعني أي دعوة يدعو بها يستجاب له بها. وهذه إن سألت عن مواطن استجابة الدعاء فإن هذه منه، حين الاستيقاظ من النوم أو التقلب على ذكر الله جل في علاه، يكون قد ختم يومه على ذكر ونام على طهارة وتقلب على ذكر، فيرضى الله عن ذلك، فإن دعا استجاب الله له. قال: فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. وهذه من المحال أو من 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 المواطن التي يجزم فيها المرء بصحة الصلاة أو بقبول الصلاة. وقال حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا أبو عبد الرحمن، من عبد الرحمن؟ أين حريص؟ قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب ثقات قال حدثني عبد الله بن الوليد ثقات عن سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب هو سيد التابعين على الإطلاق، وقد قال العلماء وهم منهم الإمام أحمد يقول أعلم التابعين على الإطلاق سعيد بن مسيب، واختلف العلماء من أفضل سعيد بن مسيب أم أويس القرني. فالحق أن لكل فضل من وجهة، ففي فضل البر وفضل العبادات أويس يقدم، لأن الإنسان قال أويس خير التابعين، بل بعض العلماء قال بأن الخيرية هنا على الإطلاق وخير التابعين قال وبين الإنسان، لكن من يطلع على الحديث يرى التقييد في التخير في السياق. قال أويس القرني قال خير التابعين، كان به البرص شفي إلى موضع الدرهم وكان له أم هو بها بار، فبين وجه الخيرية هنا. وسعيد وجهته الوجهة الأخرى في أنه وجه الخيرية أنه أعلم التابعين، والعلم يقدم على أي شيء في الفضل. ولذلك أنت ترى لما قال الله جل وعلا جعل الرفعة لأهل العلم على الإطلاق، عندما قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، جعل منكم هنا في الذين أمنوا، وأما في العلم قال والذين أوتوا العلم جميعا، الذين أوتوا العلم درجات. سعيد بن مسيب قال عن عائشة رضي الله عنها أرضاها هي أعلم نساء العالمين، كما قال الإمام الذهبي قال وأما عائشة فهي أعلم نساء العالمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم استغفرك لذنبي واسالك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اولا هذا الباب باب عظيم جدا، فيه اداب حين يستيقظ المرء من نومه، اصلها واولها عندما يختم المرء يومه او يختم ليلته بطهاره، ثم بعد ذلك بذكر، ثم يتقلب على ذكر، فهو من ذكر الى ذكر. والعبد ان كان في كل احواله ذاكرا كان محفوفا بمعيه الله جل في علاه وحفظه وكلئه ورعايته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال الله تعالى: انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه، وتحركت به شفتاه. قال: انا مع عبدي ما ذكرني. فالله تعالى هنا المعيه، معيه النصره والتوفيق والتسديد، هذه المعيه الخاصه، انا مع عبدي ما ذكرني. فهو ان كان كما قلنا ختم ليلته بذكر وعلى طهاره وتقلب على ذكر، فاستجلب المعيه، فيكون بذلك محفوفا برعايه الله وعنايته وكلئه. قال: من تعرى من الليل، فقال حين يستيقظ لا اله الا الله، من تعرى من الليل استيقظ من الليل، فقال حين يستيقظ لا اله الا الله، ذكر الله، قلنا بانه استجلب المعيه. فحين ذكره اذا قال لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه او اصلها في هذا الباب انه ان تقلب او استيقظ ردت له روحه. احنا قلنا في الاحاديث السابقه بان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يقول: اللهم ان قبضت روحي ان امسكت روحي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. وقد قال الله جل وعلا: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فان كان على توحيد نام، لانه بيقرا المعوذات ويقرا قل والله احد، وايضا على ما قلنا في الاذكار انه يقرا قل يا ايها الكافرون، بانه يتبرأ من الشرك ويتمثل في التوحيد. فاذا ختم على توحيد وقام على توحيد فهذا عبد يكون مسددا موفقا معضدا من قبل ربه جل في علاه. لذلك قال: اذا استيقظ، عندما تقلب استيقظ، قال لا اله الا الله وحده ولا شريك له، كانه قال لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت، كانه قال لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت، واقر بها وثبت قلبه عليها لا اله الا الله وحده ولا شريك له. وانظر هنا لا اله الا الله وحده ولا شريك له، اعيد مع فوارس الميدان من امثالكم، وانتم اهل لان تكونوا رؤوسا للناس، لكن هي الاعاده فيها افاده، والتكرار فيه الاستقرار، وايضا فيها لفت الانتباه. لا اله الا الله اخطا فيها كثير من الناس، قالوا لا رب الا الله، فحصروا الالهيه في الربوبيه، وهذا لا فرق بينهم وبين مشرك العرب فيما قالوا. لا اقول لا فرق بينهم حتى لا اقول تكفر الناس، لا اقول فيما قالوا. ولان مشرك العرب لما قيل لهم يعني من خلقكم، ولما يعني سئلوا عن الخلق اقروا بربوبيه الله جل في علاه، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. فما الفرق؟ اما اهل السنه والجماعه يرون بان لا اله الا الله يعني لا معبوده، لان هذا هو المقصود الاسمى، يعني الالهيه هي تتضمن الربوبيه، والربوبيه تستلزم الالهيه. لا اله الا الله يعني لا معبوده بحق الا الله. وخطا من قال بانه لا رب الا الله اخطاه خطا فحشا. لذلك تساهلوا جدا في جانب الالهيه، تساهلوا جدا في جانب الالهيه. فهنا لا اله الا الله لا معبوده بحق الا الله. وفي قوله وحده لا شريك له ففيها الإثبات والنفي، وفيها الولاء والبراء، وفيها الولاء والبراء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك، وهذه لازم الربوبية، وله الحمد عبادة، وهو على كل شيء قدير. فإقرار بربوبية الله جل في علاه، كأنه قال هو على كل شيء قدير، قبض روحي وأرسلها، حفظني عليكم السلام كاتب، حفظني من هوام الارض، حفظني مما يكون فيه الضرر علي. فقال وهو على كل شيء قدير، وما اراده الله جل في علاه لابد ان يكون، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. قال وهو على كل شيء قدير، ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر. هذه افضل الذكر بعد التوحيد، هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذه الصالحات الباقيات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر،
ولأن فيها أولا التسبيح التنزيه، تنزيه لله جل في علاه، والتمجيد مع التحميد لربنا جل في علاه، مع الإقرار بالتوحيد والعظمة والتبجيل. فلذلك جمعت كل الخير في صفات الخير وصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل في علاه. لذلك قال سبحان الله، سبحان الله ردا لو تذكر وتدبر فيها المرء، ردا على من يقول أنه لا بعث بعد، لا بعث بعد الموت ولا نشور بعد الموت، فيقول سبحان الله أماتنا نيامنه الآن وبعثنا. ولذلك قال الله جل في علاه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقال الله جل في علاه: يا عيسى إني متوفيك على الرارح منيمك، على الرارح منيمك، إني متوفيك ورافعك إلي، وسأرسله إلى الأرض في آخر، في آخر الزمان. فهو من علامات الساعة، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فسبحان الله تنزيها لله جل في علاه من الذين يزعمون بأنهم، بأنهم لا يبعثون. هذا دلالة في كل ليلة على البعث والنشور، يقبض الروح ثم يرسلها سبحانه جل، جل في علاه. ففيها كقبض الروح في الموت والإرسال عند، عند البعث يوم، يوم القيامة في هذا الباب. لذلك كأنه يقول سبحان الله هذا الذي قال، قال عندما أنكر وزعم، قال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن. سبحان الله، وسبحان الله على من ضرب لنا مثلا وقال ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال سبحان الله والحمد لله، يحمد الله على العافية، ويحمد الله أن رد روحه، ويحمد الله على الحفظ، والحمد لله أنه أنامه ثم كلأه ثم حفظه من هوام الفراش وهوام الأرض وغير ذلك من الطوارق التي تطرق بشر. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكأنه يقول كما قلنا بأنه على التوحيد يحيا ويموت، والله أكبر من كل شيء. وهذه إعانة له على أن الله أكبر من حاجته للنوم، فعليه أن يقوم، يعني حق الله عليه أكبر، يعني حق الله تذكيرا له أن حق الله عليه أكبر، فعليه إذا استيقظ وذكر فإن هذا يعطيه النشاط الأكبر ليقوم فيتضرع فيصلي فيستغفر فيدعو لينشئ عبادة مع نوم الآخرين، فيعجب ربنا من الخروج على النظائر. قال ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه قال هنا ختمها ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أتحول من شر إلى خير إلا بالله، وأيضا لا أتحول من كسل وعجز إلى نشاط وعبادة إلا بالله جل في علاه. لذلك قال إذا قال هذا الذكر ثم دعا استجيب له، ثم دعا استجيب له، فكان هذا أيضا من باب التوسل القارع لأبواب استجابة الدعاء، من باب التوسل القارع لأبواب استجابة الدعاء. لما؟ لأن فيه أولا التقدمة بالثناء على الله جل في علاه مع التمجيد والتحميد، وفيه أيضا الاعتراف بالفقر والعجز والعجز والنقص، وهذا الاعتراف بوابة سريعة لاستجابة الدعاء. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته الفاء للتعقيب، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ففي الرواية الأولى قال ثم دعا رب اغفر لي، يعني غفر له، إن قال رب اغفر لي غفر له. قال وإن دعا استجيب له. قال وإن صلى فإن قام، وكل هذا الذكر يعين على أن يقوم فيصلي، كل هذا الذكر يعين على أن يقوم فيصلي. فإذا قام فصلى قبلت صلاته، طبعا إذا قبلت صلاته ففيها أيضا كما قلنا إذا كان التسبيح أو الدعاء في السجود فهو مستجاب. وأما الباب الثاني أيضا فهو الاستيقاظ على الذكر، وفيها نفس اللفتة والحكمة بأنه يعني قد ختم على ذكر وقام على ذكر، فهو بين ذكر وذكر، وهو يستجلب ذلك المعية. قال إذا استيقظ من الليل فقال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ذكر هنا قال لا إله لا إله إلا أنت سبحانك، فيها التوحيد على ما قلنا أنه في كل أحوالي على التوحيد، بها نحيا أو عليها نحيا وعليها نموت. قال سبحانك تنزيها كما بينا بأن هذا من باب الثناء على الله جل في علاه. قال سبحانك انظر راجع انظر. طيب سينظر فيها الآن، ستراجع انظر فيها الآن، جزاكم الله خير. فالتسبيح التنزيه لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي، اللهم أستغفرك لذنبي. فهنا بعدما سبح الله ونزه الله جل في علا عن كل نقص وعيب ووصفه بالكمال، قال اللهم إني أستغفرك لذنبي. وهذا أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا، أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا. قال وأسألك رحمتك، وأسألك رحمة أستجلب وأسألك رحمتك، فإن في الرحمة كما قلنا الانفراد تنزل تحتها المغفرة، يعني أن تستر عيبي وأن تغفر ذنبي ولا تؤاخذني عليه. قال أسألك رحمتك، وأيضا أسألك رحمتك بالحياة على التوحيد والموت على التوحيد، لأن هذا في السياق بالحياة على التوحيد والموت على التوحيد. قال اللهم زدني علما. شوفونا الآن لم يعني كما قال ابن مسعود قال غيره، لم يأمر الله جل في علاه نبيه بالاستزادة حالة كونه حيا في الدنيا، في الدنيا من شيء قط إلا بالعلم. لم يأمر الله جل في علاه نبيه أن يستزيد من شيء قط إلا في العلم. يا لله، فما هذه العظمة في هذا الباب، فما هذا الفضل العميم بأن المرء كلما زاده الله علما كلما زاده رفعة. أما رأيت في قول الله جل في علاه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين، ويرفع يعني والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. فكلما ازداد المرء علما كلما ازداد رفعة عند ربه جل في علاه، وكلما كان أمكن في الدعوة إلى الله جل في علاه، وكلما كان أعبد لله جل في علاه في هذا الباب. وإن الله لا يزيد المرء علما إلا إن كان محلا قابلا لذلك. فلا أحد يقول بأنه قد يزداد علما يكون عليه وبالا، هذا بالتجوز في هذا الباب، لأننا قلنا بأن العلم لا يؤتاه إلا من اصطفاه الله جل في علاه. الحمد لله. طب قل لهم ذلك، جزاك الله خير. فالعلم لا يؤتاه إلا من اصطفاه الله جل في علاه على الناس وحباه هذا الفضل العظيم. لما؟ لأن الله جل في علاه حكيم يضع الشيء في موضعه. أما كل الأمثلة التي ضربت بمن لهم العلم وهم ليسوا أهلا لذلك، قلنا لو حققت الأمر لا تجد عالما، ممكن تجد حاملا للعلم، كالذي قال فيه الله جل في علاه واتلوا عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، حمل اسم الله الأعظم، لكنه ليس بفقيه ليس بعالم. أما رأيت قول الله جل في علاه هذا الذي يفسر لك ما يحل لك الإشكال. قال الله جل في علاه، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، فالمسألة على الحمل. لكن العلم حقا مع إتقان العلم، لا لن تجد أحدا أتقن علما إلا أرجو من الإداري الأخ عمر أنه ينقل الاعتذار على ذلك، لا تجد أحدا يعني عالما حقا أتقن علما إلا وقد أهله الله لذلك، لأنها لؤلؤة لا يؤتاها أي أحد ولا ندعي له العصمة. وأما إن كان على غير ذلك فهذا حامل للعلم وليس بعالم. فرق بين الحامل وبين العامل. نضر الله امرأة سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. ولذلك أنت ترى قول الله على من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال الشافعي العلماء أولياء الله، أو قال إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. ولذلك قال أبو حنيفة الفقهاء هم الأولياء. قال الفقهاء هم الأولياء. فلذلك أنت ترى بأن الله ما أمر نبيه أن يستزيد من شيء قط إلا بالعلم. قال اللهم زدني علما. وزيادة العلم إن رافق زيادة العمل كان هذا الرجل المسدد الموفق الذي اختاره الله جل في علاه. وإلا
فقد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. اللهم زدني. يبقى إذن قد نستدل على قول الحكماء النبلاء من العلماء في قولهم يعني هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ماذا تستفيدون بهذا القول؟ من ماذا تستفيدون بهذا البيت؟ استفادة عالية والله لو نظرت فيها نظر المدقق. جيد جدا. مكان الله دائما متصل ممتاز من ممتاز، لكن نريد التفصيل اكثر في هذا الباب. ان لم يعمل بالعمل لم يكن عالما الحق. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. رب عالم علم اجيالا عملوا بها فحاز الفضائل من عملهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. فبود العالم ان يعمل بعلمه والا نقض ما تعلم. والا نقض ما تعلم. نعم هذا ممتاز جدا. ما هذه ظاهريه النظر، هذه ظاهريه النظر. كل الاجوبه التي جاءت كلها سديده ممتازين، لكنها ظاهريه النظر. نريد العمق، نريد العمق. استواء الجاهل وغير العامل في الصوره حجر، كنت اريد ان ياتي بها ما اتى بها. لابد العالم من العمل يثبت عندهم. كلها إجابات سديدة جدا لكن ليست هي المطلوبة. سلامة النية. خلاص 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 أنا حموت على كده. إن وجدت عالما يزداد في علمي فاعلم أنه يعمل بعلمي. هذا العمق الذي كنت أريده منكم. إن وجدت عالما يزداد ويرتقي في علمه فهذه علامة على أنه يعمل بعلمه. هذه علامة على أنه يعمل بعلمي. لما تراه يزداد علما ويزداد علما ويزداد إتقانا عليك أن تفهم أنه ازداد عملا بالعلم. ولذلك اتفق السلف جميعا على أن من عمل بما علم زاده الله علما لم يكن عنده. شو سعيد النقيب الآن بيلفت الانتباه بيقول أنا ما كنت خلاص. كلم الأستاذ أحمد ما أتى بإجابتك. أنا ما قال ما دام معه العلم فهذا دليل أنه إيش هذا؟ سعيد بتأتيه يعني مدايح. أنا لازم نفهم إيش اللي فيها. أنا أعرف طرفا يجعل الفتح على سعيد بهذه الطريقة، لأنه يصبر صبرا ويتجرع مرارة بصبر رقيق عال فيظفر. صراحة اعلم أن صبرك جعلك تصفر وأنت تعلم ما أقول وتعي ما أقول. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. إذا رأيت العالم يزداد ويرتقي علما فلابد أن تعلم، وهذا العمق، هذا عمق النظر في طلب، تعلم أنه يعمل بهذا العلم. لأن اتفاق السلف أنت تعلم باتفاق السلف، اتفاق السلف في هذا الباب على أن من عمل بما علم زاده الله علما فوق العلم الذي تعلمه. مع أنني أقول بأن الذي لا يعمل بعلمه لضعف العمل عنده لا لحيدة أو لضلال، فهذا أيضا ممدوح لأنه يعلم غيره. فمن تعلم منه فعمل فهو في ميزانه. ولذلك قال سلم من سن سنة حسنة. لكن أنا أتكلم على زيادة العلم، وإلا فليس مذموما من علم وأتقن وعمل قدر ما يستطيع ولم يعمل بالباقي. لأنه أبو بكر بن عربي كان يقول شربت ماء زمزم للعلم فازداد علمي، ليتني شربته أيضا للعمل. وهذا ليس معناه أنه لا يعمل، هذا ليس معناه أنه لا يعمل، معناه أنه يعمل، لكن ما كان العمل بكلية ما علم. فالحق بأنك العلامة التي نصبها الله جل في علاه للعالم إذا زاد علمه تعلم أنه قد ازداد عملا أو أتقن عملا بعلمه. فكلما ارتقى العالم كلما ارتقى في علمه زيادة كانت إشارة على العمل
بهذا العلم، كانت إشارة على العمل بهذا العلم. وهذا لا ينفي أن يكون قد زل أو قد عصى أو لأنه غير معصوم. ولذلك هذه من 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 الأدلة. أسألكم ولا أجيب أحسن؟ ها؟ وهذا من اللوازم من السنة الكونية أنه لا يزيد علما إلا إذا استاد عملا بذلك وكان أهلا لها محلا لها. هو الكلام هنا على أساس أن هذه مسألة يحتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا على أن فعل الواجبات أحب إلى الله وأعظم أجرا من أن تأمن المحرمات. وفي كل خير، وفي كل خير، وإن كان المسألة أيضا خلافية والخلاف فيها معتبر. قال اللهم زدني علما وما أمره الله أن يزداد من شيء قط إلا من العلم. ما أمره الله جل في علاه أن يزداد قط إلا من العلم. قال اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. قال ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. وهذه الحور بعد الكور. لذلك كان يقول وأعوذ بك من الحور بعد الكور. وهذه أيضا فيها دلالة على أن الهداية محلها القلب، وأن أيضا الزيغ محله القلب. فمن كان على هداية فمن الله من الله عليه به، ومن على فتنة فالله جل وعلا قد أزاغ قلبه لأنه يستحق الإزاغة لقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وما يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ولقول سلم القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فبما قلب أراد أن يقيمه أقامه وبما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. قال وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهنا توسل الله جل وعلا باسم الوهاب ليهب الله له الرحمة. وهذه الرحمة يعني كررها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أسألك رحمتك، وهنا قال وهب لي من لدنك رحمة. وهب لي من لدنك رحمة، فالعلم رحمة والاستقامة رحمة والطاعة رحمة في هذا الباب، فتعم فتكون الأولى على التخصيص والثانية على التعميم. يسألون عبد الرحمن عبد الرحمن المقرئ في السماء. الفوائد المستنبطة من ذلك الفائدة الأولى فضل الدوام على الذكر، فضل الدوام على الذكر. الفائدة الثانية فضل الاستفتاح جزاك الله خيرا. أنا قلت أبو عبد الرحمن من لا أعرفه فأتى به أتى في السنة الثانية أتى به جهاد وعبد الرحمن المقرئ جزاك الله خيرا. نعم. الفائدة التي تليها طبعا فضل الاستفتاح على التوحيد والختام على التوحيد، هذه الثانية. الثالثة الخروج عن الحول والقوة، الخروج عن الحول والقوة. من الفوائد أيضا فضل الاستغفار، محل الهداية والضلال القلب، محل الهداية والضلال القلب. هذه الخامسة. من الأسئلة أبو الوليد قال كيف نجمع بين ما عمل بعلمه وسعرت به النار، من أين أتيت؟ ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. الذي تسعر به النار هذا المرائي وفيه النفاق، ما تعلم العلم إلا لغير الله، وهذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أول قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم تعلم العلم لغير الله. قال عالم، قال تعلمت العلم فيك وعلمته فيك
قال ما في هنا العمل خالص. قال كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل، يزج به في نار جهنم، يزج به في نار جهنم. فلا خلاف هنا فيما نقول بهذا الباب، وحتى نقول بالجمع، وهذا ظاهر أنه ما عمل إلا رياء وسمع، كالذي تعلم حمل علما للدكتوراه أو ليتبوأ مكانة في الأمة أو في رئاسة لرئاسة أو وجاهة أو استجلاب مال، فهذا محضية النية. لذلك العلماء يقولون بأنه اللي بيدخل الجامعات من أجل الشهادة فقط هذا مدخول النية، هذا مدخول النية. ولذلك قلنا بأن من أراد الورقة هذه التي يسعى خلفها هذا هو المقصود عنده، لا العلم لله لا في علاه، هذا خاسر في الدنيا وفي الآخرة، هذا خسارته خسارة فادحة. فلا بد من ضبط النية في هذا الباب. هو تعلم العلم وقال عالم، يريد دنيا أخذها، أخذ الدنيا. ولذلك الثوري قال هذا العلم شريف، وإياكم بلغتم، أسأل الله أن يمد لكم في الخير وأن يمتعكم به وأن يستعملكم في الخير. قال الثوري هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. نعم. وأبو الوليد هو الآن حجر، أنا لما أقرأ قراءة كلامه ممتاز. أين هي؟ قرأت أنا لمحتك أنه قال أنه لابد للعالم أن يعمل بعلم ليثبت العلم فيه، وده صحيح. طيب كيف مسدد تسأل تقول كيف يعلم المرء أن الله يتولاه؟ إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، وأنت الرقيب على نفسك. فإن أقامك إقامة للدين، نصرة للدين، نشرا لسنة سيد المرسلين، فاعلم أن هذا مقامك عنده، واعلم أنه إن وفقك لطاعة من صيام أو صلاة أو قيام أو ذكر أو صدقة أو إعانة للغير فهذا أيضا مقامك عنده، لأن هذه المقامات الأعلى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين على خير الناس الذين جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، من جعل الله عونا لإخوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا إني لا أحبس العطاء من أجل أن تشفعوا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. هنا مسدد الاعتقاد لابد العالم من أن يعمل ليثبت العلم عنده، صحيح. أيضا سؤال قال ما علامات حب الله للعبد؟ علامات حب الله للعبد كثيرة. أولا أن يحبب فيه الصالحين، طبعا إذا قلنا يحبب فيه الصالحين فهؤلاء من أهل الصلاح والعلم والتقى، لا من أهل الحقد والحسد والفسق. يعني غير ما يقال في مسألة الحاقد أو الحاسد، لأنه تعلم بأن الإمام مالك وابن أبي ذئب كل منهم كان يبغض الآخر ولا ينزلون تحت الحديث في حال من الأحوال على أساس الأقران، فقد يكون الحسد حامل على ذلك أو الحقد حامل على ذلك فليس مقياسا. لكن لما ترد الشريحة العامة في أهل الصلاح الله تعالى يكتب له القبول عندهم، يكتب له القبول عند شريحة عامة من أهل الخير، فهذه علامة المحبة. ومن علامة المحبة أن الله تعالى يطرد الدنيا من قلبه ويستعمله فقط للآخرة، فلا ترى نظره ينصب إلا للآخرة. ومن علامات محبة الله جل في علاه للعبد أن تراه ذاكرا في كل أحواله، وأن تراه موفقا مسددا دائما فيما يرضي الله جل في علاه. فهذه من علامات محبة الله جل في علاه للعبد. ومن محبة ومن علامات محبة الله جل في علاه للعبد كما قلنا هو ميل قلوب الصالحين له، ميل قلوب الصالحين له. إذا حب الله عبدا نادى بسماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبونه ويكتب له القبول في الأرض. وطبعا يكتب له القبول في الأرض خاص وليس عام، ليس عند العموم. نعم. من الأسئلة هل يجب أن يستأذن طالب العلم قبل الخروج من مجلس العلم على النت أم هذا فيه تشويش أيضا؟ هو الحق هذه من الأداب، يعني هذه من رقي الأداب، لأنه ما دام في المسجد في المجلس
فيستأذن عند النبي. هذه من الأداب، ومقياس المرء أدبه، مقياس المرأة. أنت إن أردت أن تعلم مقياس أو قيمة أحد، انظر إلى لسانه وخلقه، انظر إلى لسانه وخلقه، هذا أعظم مقياس. فإن وجدته مسحوبا من لسانه، أو وجدته صليط اللسان، وجدته فظا غليظا في هذا الباب ليس فيه ما فيه من الخير، وتراه يتعالى أو يتعالى سوء أدبه على الأمارد، فاعلم أن هذا من أسوأ الناس، تعلم أنه من أسوأ الناس. وإن وجدته رقيقا، رقيق العبارة، رقيق القلب، رحيم الفعل، فهذا من أفضل الناس أو من أحسن الناس خلقا. آمين آمين. اتقوا الله. ما معنى مدخول النية؟ أيوة نعم، يعني فيه نوع نفاق، لكن لا يقال منافق، استغفر الله، ليس أحد يستطيع أن يتهم أحدا بالنفاق بحال من الأحوال على النفاق المطبق. يعني قد يكون فيه خصلة من خصال النفاق، علامة من علامات النفاق قد. نعم. سناء تقول: ما حكم من ترك العلم مخافة الوقوع في الرياء؟ هذا شرك، هذا مغفل. ولذلك قال علماؤنا: ترك العمل خشية الرياء رياء. ترك، هذا ورد عن حسن وعن غيره، ترك العمل خشية الرياء رياء، والعمل من أجل الناس شرك، العمل من أجل الناس شرك، نعوذ بالله من الخذلان. ترك العمل مخافة الرياء رياء. وبعدين طلب العلم من جد فيه لا يجوز الرجوع عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي فتركه فليس منا، ليس على هدينا. فيأسم بذلك، لا سيما العلم، ولا سيما حاجة الناس إلى العلم. نعم. سنن الترمذي. وإياكم، يعني لو شعر طالب العلم أن الاستئذان ممكن يشوش على الشيخ فلا يستأذن، ليس من الأدب أيضا. نعم، لو شعر نوع يشوش على الطلبة وعلى الشيخ يبقى لا يستأذن، لكن من الأدب أن يستأذن إن ورد أن العلة قد انتفت. نعم، كثرة الابتلاء علامة على حب الله، لأن القريب مبتلى، القريب مبتلى. هنا سلفي أتى، لا فرق، لا خلاف بين اتقوا الله بين سلفي. هو سلفي يقول لا نستأذن أو نسلم عند البداية، بداية الدخول، حتى لا نشوش على الطلبة أيضا عند أثناء سماع الدرس، التسجيل يفصل الرد السلام على الشرح. طيب، احنا قلنا بأنه المسألة إذا العلة وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. قلنا عندما لا تشويش لا على الشيخ ولا على الطلبة يستحسن أن يستأذن، أن هذا من الأدب. وعندما يكون التشويش فالمصلحة تقتضي عدم الاستئذان، وهذا جمع بين الأمرين. الله أكبر يا حجر بالله، لا توقف قلبي، غفر الله لك، لا توقف قلبي بالله. اللهم أعنا، اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، ونعوذ بالله ومن غضب الله. لأنه طبعا يعني هذا الكلام كلام من ذهب، قاله حجر الآن، قال: والله ما ترك ولكن الله أعرض عنه. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وهذا الذي أتبناه، هذا الذي أتبناه. اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، اللهم أمتنا عليه، اللهم ثبتنا عليه، واجعله إخلاصا لوجهك الكريم، ونعوذ بالله من النفاق والرياء والشرك والشقاق وسوء الأخلاق، نعوذ بالله من ذلك. فالحق بأنه قد يقعده الله جل في علاه لدخول في قلبي، لشيء علمه من قلبي، فيقعده الله عن هذا الفضل. ولذلك يعني قال الله جل في علاه: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إن علم الله في قلبه حيدة، انحرافا أو شيء هو لا يقبله، يقعده ربه. ولذلك شوف، لفت الانتباه أخونا الفاضل محمد أنه ما ترك الدرس، لا ما ترك، وما ترك مجلس العلم، الله أقعده، أبعده الله. وكما كان الدكتور تامر قال بأن مجالس العلم تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، وهذا حق.
هذا حق، وهذا ما قاله الشافعي وقاله علماؤنا في هذا الباب. فإعراض الله عنه بعدم توفيقه إلى الجلوس فيما ينتفع به على الاتفاق أن الانتفاع وارد، أن يسمع قال الله قال الرسول، أن يسمع نصيحة في ذلك، فإنه بذلك الله جل في علاه ما اجتباه، ما اصطفاه، ما أراده. قل برر ذلك ما برر، لأن الشيطان لا يقعده ولا يتملك فيه بأن يظهر له أن ما فعله معصية، أو أن ما فعله خلاف الأولى، أو أن ما فعله فيه خسارة. لا، يزين له سوء عمله، يزين له سوء عمله. فإذا تزين له أتى بالمبررات، أنا لا أجلس من أجل كذا، أنا لا أسمع من أجل كذا، والمسألة فيها شيء من الصعوبة، والتدريج في العلم أولى، وأيضا فيه ما فيه، وهناك أمر آخر أنا أخذه، وكل ذلك مبررات يجعلها الشيطان له كالحجة، حتى يتقاعس، حتى يقعد فلا يجلس في مجالس العلم، فيغلق الله عليه الباب بعد ذلك. ومن أغلق الله عليه بابه فلن يفتحه مرة ثانية، ومن سقط من عين الله فلا رجعة له بعدها. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. ونسأل الله الثبات والسداد والرشاد.